فضيلة الشيخ، هل يشترط للمأموم أن ينوي نية الإحرام في تكبيرة الإحرام لمن لم يدرك الصلاة مع الإمام؟ نعم، المأموم إذا جاء والإمام يصلي، نعم، سواء أدركه في الركعة الأولى أو في الثانية أو فيما بعدها، نعم، الواجب أن يكبر الإحرام. لا، تكبيرة الإحرام لمن فاتته الصلاة مع الإمام، يعني شخص جاء ولقى الإمام سلم وأراد أن يأتم بالمأموم، يعني فيه مأموم يقضي صلاته، مأموم مسبوق وسلم الإمام، نعم، وقام يقضي والآخر لم يدرك الصلاة مع الجماعة، نعم، وأراد أن يأتم بهذا المأموم، إيه؟ فهل يعني يشترط النية لإتمام للمأموم؟ هل يشترط للذي يقضي المسبوق؟ نعم، أن ينوي الإمامة؟ ينوي الإمامة لمن فاتته الصلاة. نعم. أولا، هذا الفعل ليس بمطلوب ولا مشروع، أنك تأتي وتجد الإنسان يقضي ما فاته من الصلاة فتدخل معه على أنك مأموم وهو إمام، هذا غير مشروع. وقد اختلف العلماء في جوازه، فمنهم من قال إنه جائز ومنهم من قال إنه غير جائز، عرفت؟ لكن الصحيح أنه جائز، لكنه لا ينبغي. إنما إذا دخل مع هذا المأموم، فإن نوى المأموم أنه إمام له، صح صلاته، صلاة المسبوق وصلاة الذي دخل أخيرا، وإن لم ينوي أنه إمام، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن صلاة المسبوق هذه، أن صلاة الداخل الذي دخل مع المسبوق غير صحيحة، لأنه نوى الإتمام بمن ليس بإمام له فتبطل صلاته، وعلى هذا تلزمه الإعادة. والقول الثاني في المسألة أنه يصح الإتمام بمن لا ينوي الإمامة بك، وبناء على هذا القول تصح صلاة المأموم. نعم، لكن لاحظ من الأصل أن هذا أمر ليس بمشروع، ولا نأمر الإنسان بأن يفعل. إذا جاء ووجد شخصا يقضي، أن نقول ادخل معه، لا نأمره بهذا.